الناس. الجزء الثاني هنتكلم فيه بقى على بقيه الاناتومي. الكلام ده طبعا الناس اللي شغاله بقالها كتير مش هيفرق معاها قوي. الناس اللي لسه بادئه جديد كان دايما، وانا حتى وانا شخصيا ببدا، كان عندي مشكله دايما، كان عندي مشكله دايما ان دايما عندي تصور هو فين فين، وانا قاطع بالبروب انا قاطع ازاي؟ يعني انا بخترق الجسم ازاي؟ انا ماسك الجهاز، بس الجهاز ده بيقسم الجسم ازاي؟ يعني مقسوم ازاي؟ فتعال نشوف. لما بتمسك البروب، اي بروب سونار هتلاقي فيه نقطه كده، فيه نقطه كده في اوله، النقطه دي اسمها النوب، او النقطه اعتبرها النقطه، نقطه موجوده في جهاز السونار كده. النقطه دي ليها وضعين لا ثالث لهما، لا اما بتبص تخليها تبص ناحيه راس العيان، لا اما ناحيه دراع العيان اليمين بس. تمام كده؟ يبقى النوب دي، النوب دي، النقطة دي هتلاقيها في كل بروب سونار، النوب دي هتلاقيها في كل بروب سونار، لا إما ناحية راس العيان، لا إما ناحية دراعه اليمين. لو ناحية راس العيان بنسمي ده ال اس فيو، لو ناحية دراعه اليمين بنسمي ده تي اس فيو. تمام يا شباب؟ وأنت قاطع ال اس كأنك فاتح كشاف، الكشاف ده بيخترق الجسم من قدام لورا، من قدام لورا. سؤال لحضرتك، لو حضرتك قاطع ال اس، ال اس تجيب اتنين سيجمنت فوق بعض ولا جنب بعض؟ ها رأي حضرتك ايه؟ تجيب سيجمنت فوق بعض ولا جنب بعض؟ ها رأي حضرتك وانت قاطع ال اس. ممتاز، بجيب تو سيجمنتس فوق بعض. بمعنى لو قلنا دي، لو قلنا دي سيجمنت 2 3 4 5 6 7 8 4 اي، في الحاله دي حضرتك جايب 4 اي و4 بي. مفهوم يا شباب؟ يبقى اوعى ابدا تبقى واقف ال اس وتجيب لي تو سيجمنت وتقول لي اللي في الصوره تو سيجمنت جنب بعض، لازم يطلعوا فوق بعض. بص كده ماشي، قام جاب مين ومين؟ جاب مين ومين؟ جاب 8 من فوق وجاب 5 من تحت. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى طالما حضرتك واقف ال اس انت بتجيب دايما تو سيجمنتس فوق بعض، فوق بعض، ما تجيبليش سيجمنتس ابدا جنب بعض. طيب لو واقف تي اس، لو واقف تي اس، ها تجيب لي تو سيجمنتس فوق بعض ولا جنب بعض؟ ها ايه رايك؟ تعال نشوف كده، ايه رايك؟ بالظبط، ادي سيجمنت لو عملناها كده، ادي سيجمنت 2 3 4 4 5 6 7 8 4. وانا واقف تي اس، وانا واقف تي اس غالبا او مش غالبا لازم هجيب تو سيجمنتس جنب بعض، يعني 3 و4، 3 و4 و5 و6، لازم هجيب تو سيجمنتس فوق بعض. مفهوم كده يا شباب؟ يبقى ده الفرق بين التي اس فيو والال اس. جنب ولا جنب؟ لا جنب بالنون مش جنب. احنا في مصر بنضغم، احنا في مصر بنضغم فبنقولها جنب. تمام؟ طيب يبقى ده حاجة اسمها تي اس وال اس فيو. طيب في حاجات تانية، في حاجات تانية، في حاجة تانية، ان انت بقى لا واقف ال اس من قدام ولا واقف تي اس من قدام، انت واقف من جنب العيان سايد باي سايد. الوضع ده برضو بيجيب لك تو سيجمنتس فوق بعض برضو، وده اسمه كرونال فيو. بص بقى هنا، هنا عايز اقول لك ملحوظه او معلومه جديده تخلي بالك منها، معلومه جديده خلي بالك منها بقى. بص، جسم العيان عامل حرف ستة كده، صح كده؟ ده السايد، ده جنب العيان، وده قدام، وكذلك الليفر، وكذلك الليفر. الليفر فيه تو سيجمنتس جنب بعض وفيه تو سيجمنتس قدام بعض. بتوع الليفت لوب جنب بعض وبتوع الرايت لوب فوق بعض.
هوري لك دلوقتي الكلام ده، ما تخافش هفصصه لك لما تزهق، هوريه لك لما تزهق ما تخافش. بس انت بس ايه، خلي بالك من اللحظه دي، من اللقطه دي، بص كده ركز معايا تاني. في تو سيجمنتس زي دول، الليفر عامل كده، فالسيجمنتس بتوع الليفت لوب جنب بعض، السيجمنتس بتاعت الرايت لوب قدام بعض. مفهوم كده يا شباب؟ مفهوم كده؟ يبقى الليفر عامل حرف 6، دول جنب بعض ودول فوق بعض. كل الكلام ده ليه مغزى ومعنى معانا هنقوله كمان شويه. دي طبعا حاجه اسمها اوبليك فيو، انا مش هنتكلم عليها دلوقتي، دي اسمها اوبليك فيو. طيب يبقى ده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه، ان انا لو قاطع كده والنوب بتاعي اهو، النوب بتاعي اهو، يبقى ده انا كده قاطع ال اس فيو، يبقى انا بقطع في الجسم من فوق لتحت. الصوره بتظهر عندي على شاشه السونار فيها اربع معلومات او فيها اربع اتجاهات. ركز معايا والنبي يا شباب الله يكرمكم، مش عايز حد ينام. الصوره بيطلع فيها اربع اتجاهات، اي صوره في الدنيا، اي شاشه سونار في الدنيا، اي شاشه اي حاجه في الدنيا بيطلع فيها اربع اتجاهات، فوق وتحت وناحيه ايدك اليسار وناحيه ايدك اليمين، صح؟ اي حاجه في الدنيا فيها الاربع اتجاهات دول. الفكره لما تشوف الشاشه تبقى عارف انت قاطع ازاي. لو انت ماسك النوب بتاعك صح، لو انت ماسك النوب بتاعك بالشكل الصحيح، بالشكل الصحيح يعني العلامه ناحيه فوق، تطلع عندك الشاشه فيها اربع حاجات بالعدد، اربع حاجات بالعدد. جزء امامي ناحيه الشاشه من قدام، ركز معايا كده بس الله يكرمك، ادي شاشه السونار عندك، انا هوريك الكلام ده. جزء ناحيه الشاشه من قدام فيها الجزء الامامي من الليفر، وجزء ناحيه الشاشه من ورا فيها الجزء الخلفي من الليفر والسباين بتاع العيان، العمود الفقري. تمام؟ يبقى العمود الفقري اهو هيطلع لي هنا ناحيه الشاشه من ورا، وجزء ناحيه ايدك اليسار، ايدك اليسار الجزء العلوي من العيان العلوي، وجزء ناحيه ايدك اليمين الجزء السفلي من العيان. يبقى دي الخريطه بتاعتك لما تطلع لك كده في شاشه، انت ماسك ال اس، اللي ناحيتك ده امامي واللي بعيد عنك ده خلفي، واللي ناحيه ايدك اليسار ده علوي، واللي ناحيه ايدك اليمين ده سفلي. طيب ركز معايا كده، انت قاطع ال اس، انت قاطع ال اس، يبقى بتجيب تو لوبس فوق بعض ولا تحت بعض؟ بتجيب تو لوبس فوق بعض ولا تحت بعض؟ ها ايه رايك؟ ركز بقى معايا وجاوب معايا الله يكرمك، بتجيب تو لوبس فوق بعض ولا تحت بعض؟ ها فوق بعض، حلو. يبقى الجروب، يبقى اللي فوق، اللي فوق هيبقى ناحيه ايدك اليسار، اللوب اللي فوق هيبقى ناحيه ايدك اليسار ولا ايدك اليمين؟ اللوب اللي فوق هيبقى ناحيه ايدك اليسار، ايدك انت اليسار ولا اليمين؟ ها احنا اتفقنا ان الشاشه هتبقى عامله كده، تبقى عامله كده وانت قاطع ال اس اهو، انت قاطع ال اس في العيان كده، ايوه ممتاز. وانا قاطع كده يبقى الجزء اللي فوق ده، الجزء اللي فوق ده ناحيه بطن العيان، الجزء اللي فوق ده ناحيه بطن العيان، الجزء اللي تحت ده ناحيه ظهر العيان. فكره بقى لو طلع لي ليفر كده، الجزء اللي فوق ده، الجزء اللي فوق السيجمنت اللي فوق ناحيه ايدك اليسار، والجزء اللي تحت ده ناحيه ايدك الايه اليمين. مفهوم كده يا شباب؟ مفهومه كده لغايه دلوقتي؟ هوريك دلوقتي كل ده هتشوفه تاني كذا مره. عشان تبقى عارف ان انت قاطع ال اس، حتى لو حد بعت لك صوره او حاجه وتبقى عارف انت قاطع فين. طيب بص يا فاطمه كده معايا تاني، بص يا فاطمه كده معايا تاني، انت ماسكه البروب اهو يا فاطمه، فاطمه بصي معايا كده تاني، انت ماسكه البروب ال اس كده يا فاطمه، فاطمه بس جاوبي بعد اذنك، جاوبي معايا، جاوبي معايا تاني يا فاطمه، انت كده تجيبي اتنين لوب فوق بعض ولا تحت بعض؟ سؤالي ليك يا فاطمه، تو لوبس فوق بعض ولا تحت بعض؟ سؤالي، تو لوبس فوق بعض ولا تحت بعض؟ فوق بعض، دي فاهماها؟ دي متخيلها؟ متخيله لغايه هنا، تمام، جميل، ممتاز. طيب بص، هتطلع لك شاشه السونار عندك، هتطلع لك شاشه السونار عندك مربعه. مربعه، تطلع لك شاشه السونار عندك مربعه.
عامله زي الخريطه، عامله زي الخريطه. ثانيه واحده بس، الجهاز تقيل عندي شويه. عامله زي الخريطه كده، شاشه السونار اهو، شاشه الجهاز السونار اللي عندي. ايا كان الصوره اللي طالعه دي ايه، ايا كانت الصوره اللي طالعه دي ايه، في اتجاهات، في اتجاه الناحيه دي واتجاه الناحيه دي واتجاه الناحيه دي واتجاه الناحيه دي. الاتجاه الناحيه دي في الصوره ناحيه بطن العيان، ناحيه بطن العيان. متخيله دي ولا مش متخيلها؟ دي ناحيه بطن العيان ودي ناحيه ظهره. متخيله دي ولا لا؟ متخيله دي ولا لا؟ دي متخيلها. الجزء اللي ناحيتك انت في الصوره ده ناحيه بطن العيان، واللي ورا ده ناحيه ظهره. دي متخيلها ولا صعبه معاكي؟ تمام. ابقى جنبين الصوره، جنبين الصوره. انا زي ما قلت لك الصوره دي فيها ما فيهاش حاجات جنب بعض، فيها حاجات لا اما فوق بعض لا اما تحت بعض. لو انت ماسكه البروب صح، لو انت ماسكه البروب صح بالشكل الصحيح، يبقى اللي ناحيه ايدك اليسار انت ناحيه فوق، اللي هو الحته دي تيجي ناحيه ايدك اليسار هنا، واي حاجه تحت تيجي ناحيه ايدك اليمين هنا. تمام. لو انت عكستي هتعكس، بس خلينا بس ايه ما نلخبطش نفسنا. طيب في حاجه تانيه، في حاجه تانيه تاكد لك، في حاجه تانيه تاكد لك ان انت واقف ال اس، ان انا عندي تو فيزلز بيمشوا في الطول بالطول في الجسم. حد عارف ايه هما التو فيزلز اللي بيمشوا في الطول بالجسم؟ في تو فيزلز بيمشوا بالطول كده، الاورطه والاي في سي، صح كده؟ الاورطه والاي في سي. لو انت قطعتهم بالطول كده، لو انت قطعتهم بالطول يبقى عندك عاملين زي الخرطوم كده، زي الخرطوم كده اهو، خرطوم ده يبان خرطوم كده. لا ليه؟ لان هما ماشيين بالطول كده، فانت قطعتهم بطولهم فبانوا كده. طيب تعالى بقى نمشي واحده واحده. طالما حضرتك شفت الاورطه او الاي في سي خرطوم كده مش دايره، يبقى حضرتك قاطع ال اس. وطالما حضرتك قاطع ال اس يبقى جايب تو سيجمنتس فوق بعض ولا تحت بعض؟ طالما قاطع ال اس تبقى جايب تو سيجمنتس فوق بعض ولا تحت بعض؟ ها، تبقى جايب تو سيجمنتس ايه، فوق بعض. حلو. تعال نشوف بقى الشاشه بتاعتنا، تعال نشوف الشاشه بتاعتنا اهي. ادي شاشه السونار بتاعتك فتحت اهي يا فاطمه. بص يا فاطمه عشان تتخيلي المنظر تماما، ادي شاشه السونار بتاعتي فتحت بالشكل ده. بقى عندي الاتي، بقى عندي شاشه سونار اهي، عايز اعرف الخريطه ماشيه ازاي. اللي ناحيه قدام ده ناحيه بطن العيان، ناحيه بطن العيان. واللي ناحيه ورا ده ناحيه ظهر العيان، اللي هو الاورطه والسباين. السباين اهو، السباين اهو اللي هو الاصفر ده، اللي هو ده. يبقى خلاص ده امامي، ده انتيريور وده بوستير. اتبقى الجزء ده واتبقى الجزء ده. الجزء اللي ناحيه ايدك اليسار انت السيجمنتس اللي فوق، والجزء اللي تحت ايدك اليمين السيجمنتس اللي تحت. كده وضحت يا شباب؟ كده وضحت؟ كده وضحت؟ يبقى كده انتيريور، كده بوستيريور، كده ابر، كده لور. طيب ممتاز. طيب في حاجات كمان. يبقى كده انا اول حاجه، اول ما بصيت للصوره دي، ركز معايا بقى، اول ما بصيت للصوره دي عرفت ان انا قاطع ال اس. اول ما بصيت للصوره دي عرفت ان انا قاطع ال اس، خلاص ادي اول معلومه. ايه اللي عرفني ان انا قاطع ال اس؟ شكل الاورطه اللي هو ماشي بالطول. الحاجه الثانيه، لما عرفت ان انا قاطع ال اس عرفت مين اللي فوق ومين اللي تحت ومين اللي ناحيه الشمال ومين ناحيه اليمين. جميل. لما تيجي تشوف صوره زي دي تركز بقى معايا. بص هرسم خط كده وهمي، هرسم خط كده وهمي. كل المربع ده السيجمنت اللي فوق، ده السيجمنت اللي فوق. يعني مثلا نفترض ان دي سيجمنت 2، وكل المثلث ده السيجمنت اللي تحت، اللي هنفترض ان دي سيجمنت 3. ليه بقى بقول لك كده؟ عشان في ناس بتتخيل ان انا هقسم الليفر كده، ده اللي فوق وده اللي تحت. غلط. ده اللي قدام وده اللي ورا. تاني، ده اللي قدام ده ناحيه بطن العيان وده ناحيه ظهره. انا ما بقولكش احنا بنقسم بطن وظهر، انا ما بقولكش نقسم السيجمنت ظهر وبطن، انا بقول لك بنقسم السيجمنت ناحيه راس العيان وسيجمنت ناحيه رجله. فهنقسم كده سيجمنت ناحيه راس العيان وسيجمنت ناحيه رجله.
السيجمنت اللي ناحيه راسه اللي هي رقم 2 ليها جزء امامي وجزء خلفي، واللي ناحيه رجله ليها جزء امامي وجزء خلفي. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ عشان بس ما حدش يبقى متلخبط. مفهومه؟ مفهومه يا شباب؟ مفهومه؟ حلو. نقول تاني، انا ايه اللي عرفني ان انا ال اس؟ اللي عرفني ان انا ال اس شكل الاورطه او الاي في سي. حلو، عرفت المعلومه دي، يبقى انا ال اس. يبقى انا تلقائي على طول متخيل شكل الشاشه عندي، متخيل شكل الشاشه عندي ان ده انتيريور وده بوستيريور وده ابر وده لور. خلاص انا كده تخيلت شكل الشاشه، ماشي. اللي ناحيه ايدك الشمال انت، ناحيه ايدك انت اليسار، ايدك انت مش الصوره، ايدك انت اليسار وانت شايف الصوره قدام وشك دلوقتي. اللي ناحيه ايدك انت اليسار ده الجزء العلوي. اللي ناحيه ايدك اليسار مش ناحيه الصوره اليسار، انا ما بتكلمش على الصوره، بتكلم على ايدك انت، تمام. فلو قسمت خط كده يبقى ده كلها كده سيجمنت 2 ودي كلها كده سيجمنت 3، اثنين سيجمنت فوق بعض. طيب دي اول معلومه. يبقى لما اجيب المنظر ده، بص كده انا واقف كده ال اس، انا واقف كده ال اس، انا واقف كده ال اس، يبقى انا قاطع سيجمنت فوق بعض زي 2 و3 مثلا. عشان كده تلاقي في كتاب الاطلس بتاع الاناتومي كاتب لك ان دي سيجمنت 2 ودي سيجمنت 3، ودي سيجمنت 2 ودي سيجمنت 3. اقسم كده، دي سيجمنت 2 كلها اللي قدام واللي ورا، ودي سيجمنت 3. دايما سيجمنت 3 الى حد ما هتلاقيها شكل المثلث كده، شكل المثلث. سيجمنت 2 تلاقيها مربع شويه، دي سيجمنت 2 ودي سيجمنت 3، تمام كده يا شباب. طيب بص كده، لو حضرتك قاطع ال اس، ال اس هتجيب تو سيجمنتس فوق بعض، صح كده؟ تو سيجمنتس فوق بعض، يعني لإما 2 و3، لإما 4، لإما 8 و5، لإما 7 و6. متفق معايا ولا لأ؟ متفق معايا ولا لأ؟ متفق معايا، صح كده؟ طب هل في احتمال تاني؟ في احتمال تاني؟ في احتمال تاني إن أنا أبقى قاطع فين؟ ما أبقاش قاطع في السيجمنت، أبقى قاطع فين؟ ما بين السيجمنت، صح؟ ما بين السيجمنت، صح؟ في احتمال تاني إن أنا ما أبقاش قاطع في السيجمنت نفسها، ابقى قاطع ما بينهم، ما بينهم، ما بينهم. ده يعني انترا سيجمنتال ولا انتر سيجمنتال؟ ما بينهم يعني انتر سيجمنتال ولا انترا سيجمنتال؟ انتر سيجمنتال، صح كده. يعني مين اللي لازم هلاقيه ماشي معايا؟ مين اللي هلاقيه ماشي معايا؟ هلاقي ماشي معايا الهيباتيك فينز، صح. يبقى انا لما اجيب صوره وانا واقف ال اس الاقي الهيباتيك فينز ظاهرين بطولهم، يبقى انا مش قاطع في سيجمنت، انا قاطع ما بين سيجمنت. حد مش فاهم الكلام ده يا شباب؟ يبقى انا في احتمال اجيب تو سيجمنت، ابقى واقف جايب تو سيجمنت فوق بعض زي الاصفر كده، او جايب ما بين سيجمنت زي الاحمر كده. ده لو انا واقف ال اس. طيب ايه رايك لو انا جبت هيباتيك فين كده بطوله، هيباتيك فين كده بطوله واي في سي بطوله، يبقى انا كده قاطع ما بين سيجمنت ولا قاطع في السيجمنت نفسها؟ قاطع ما بين انتر سيجمنتال ولا قاطع في السيجمنت نفسها؟ ايه رايك؟ انا كده قاطع فين؟ انتر سيجمنتال، ما بين السيجمنت وبعضها. يبقى في منظر زي ده، في منظر زي ده حضرتك ما تقوليش، حضرتك ما تقوليش لو انا قلت لك السيجمنت دي سيجمنت كام، قول لي ما اعرفش، قول لي ما اعرفش. ممكن تطلع 4 وممكن تطلع 5. حضرتك قطع هنا يا دكتور عمرو. حد مش فاهم يا شباب؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ انا كده قاطع ما بين سيجمنت، ما بين سيجمنت، مش قاطع في سيجمنت. حد مش فاهم يا شباب؟ طيب ركز معايا تاني. بصوا يا شباب، انت عندك وانت واقف ال اس جايب حاجتين فوق بعض، جايب حاجتين فوق بعض، فعندك احتمال من الاثنين لا ثالث لهما. لا اما هتجيب لي تو سيجمنت فوق بعض
زي 2 و3، زي 2 و3 او زي 4 او زي 5 و8، زي 2 و3 او زي 4 او زي 5 و8 او زي 6 و7، جايب 2 سيجمنت فوق بعض، او جايب 2 او قاطع ما بين السيجمنت. متفق معايا ولا لا؟ متفق معايا ولا لا؟ لا اما قاطع بينهم، لا اما قاطع بينهم، لا اما قاطع فيهم. متفق معايا ولا لا؟ دي في حد متلخبط في دي؟ انت عندك احتمالين، لا قاطع ما بينهم لا قاطع فيهم. لو قاطع فيهم، لو قاطع فيهم هلاقي سوفت تيشو زي اللي انت شايفه ده، ليفر، حاجه لونها رمادي زي اللي انت شايفها دي. لو انت قاطع فيهم هتلاقي حاجه لونها رمادي زي اللي انت شايفها دي. لو انت قاطع بينهم، مين اللي بيمشي بينهم؟ اللي بيمشي بينهم الهيباتيك فين، صح كده؟ لو انت قاطع بينهم اللي بيمشي بينهم الهيباتيك فين. فلو حضرتك قاطع بينهم هتلاقي الهيباتيك فين بطوله، هتلاقي الهيباتيك فين بطوله. ساعتها لما اقول لك الحته دي انهي حته في الليفر، قول لي لا دي انتر سيجمنتال، دي حته ما بين سيجمنت، دي مش سيجمنت معينه. وضحت كده يا شباب؟ الناس اللي ما كانتش فاهمه الموضوع واضح كده معاها؟ الناس اللي ما كانتش فاهمه الموضوع واضح كده معاها؟ طيب اتمنى ان شاء الله يكون واضح. طيب يبقى انت لو انت قاطع ما بين ال اس بتجيب لي 2 سيجمنتس فوق بعض، وبتجيب لي لا اما سيجمنت لا اما هيباتيك بي. طيب بص كده ركز معايا، لو انا قاطع في الحته دي بالظبط بيمشي فيها كام حاجه؟ ليفت هيباتيك فين وتحت لجامين تمتيرز وما بينهم امبلايكال برانش اوف ليفت بورتال، صح ولا لا؟ بيمشي ثلاث حاجات وقدامهم الفالس فورم ليجامنت، فوق الهيباتيك فين وبعدين امبلايكال برانش اوف ليفت بورتال وبعدين تحت اللجامين تمتيرز. طيب لو انا وقفت ال اس عند الحته دي بالظبط هل هشوف المنظر ده الثلاث حاجات دول؟ تعال نشوف كده. بص كده اسالك سؤال وجاوب معايا وامشي معايا واحده واحده. انا شايف الاي في سي بطوله عامل زي الانبوبه، يبقى انا كده ال اس ولا تي اس؟ يبقى انا كده ال اس ولا تي اس؟ ال اس، حلو قوي. طيب انا شايف هيباتيك فين، شايف هيباتيك فين بطوله، يبقى انا قاطع في السيجمنت ولا قاطع ما بين السيجمنت؟ ها، شايف هيباتيك فين بطوله، يبقى انا طالع قاطع في السيجمنت ولا ما بين السيجمنت؟ ما بين السيجمنت. طيب حلو. طيب لو لقيت واحد كده يبقى ده الليفت هيباتيك فين، وبعدين لقيت دايره كده يبقى ده الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال، بعدين لقيت خط ابيض ماسك فيه كده يبقى ده الليجامنتال تيرز، يبقى انا جبت الثلاث حاجات. واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه ولا مش واضحه؟ تمام كده، يبقى انا كده جبت الثلاث حاجات تحت بعض. تاني يا دكتوره نعمات، انا واقف كده دكتوره نعمات، انا كده واقف ال اس ولا تي اس؟ ال اس ولا تي اس؟ ايه رايك؟ واقف ال اس ولا تي اس؟ ال اس. طيب انا ظاهر عندي هيباتيك فين بطوله، يبقى انا واقف inside السيجمنت ولا ما بين السيجمنت؟ ها، inside السيجمنت، مالكش دعوه انا واقف فين على بطن البريض، هديلها هجيبها لك بعد شويه، بعد شويه اقول لك ازاي. سيب الفالس فورم ليجمنت دلوقتي، خلينا بس في اللي احنا شايفينه كده. واقف واحده واحده بس، اصبروا عليا افهم المعلومه وانا هقول لك تطبقها ازاي. معلش خليك معايا، امشي معايا، انا هريحك في الاخر خالص ان شاء الله. كده انا واقف ما بين السيجمنت، صح كده؟ متفق معايا؟ طيب انا كده لقيت هيباتيك، انا واقف في الحته دي بالظبط اللي فيها الثلاثه، اللي فيها الثلاثه فوق بعض، اللي فيها الهيباتيك فين ليفت هيباتيك فين من فوق، امبلايكال برانش الدايره الصغيره دي امبلايكال برانش اوف ليفت بورتال، والماسك فيها الخط الابيض ده اللي جامين تمتيرز. وضحت ولا ما وضحتش؟ وضحت كده يا دكتوره ولا ما وضحتش؟ اتمنى تكون وضحت. انا لو قلت لك الصوره دي تقول لي ده انتيريور بالنسبه لها وده بوستيريور بالنسبه لها وده فوق ناحيه ايدك انت اليسار وده تحت. طيب في حاجه تثبت لي ان ده فوق وده تحت؟ انا قلت لك قبل كده ان الهيباتيك فين، ان الهيباتيك فين بيخشوا في الاي في سي فوق ولا تحت؟
الهيباتيك فين بيخشوا في الاي في سي فوق ولا تحت؟ فوق، صح كده؟ ماشي. والليجامنتم تيرز، والليجامنتم تيرز بالنسبه لليفر بيبقى فوق ولا تحت؟ بدات الصوره كده، بدات تمسك الصوره كويس، بدات تمسك الصوره كويس، تمام كده، بدات تبقى عارف الصوره كويس، وبدات تتخيل الصوره بتاعتك كويس. تاني نشوف منظر تاني، نشوف منظر تاني، ركز معايا تاني. ادي ال اي في سي بتول، يبقى انا ال اس ولا تي اس؟ يبقى انا اس تي اس ولا ال اس؟ ها، ال اس هيباتيك فين. يبقى انا ما بين سيجمنت، ما بين سيجمنت ولا ما بين سيجمنت ولا في السيجمنت نفسها؟ انتر سيجمنتال، انتر سيجمنت، ممتاز. وادي الدايره اللي هو الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال، وادي خط طالع منها اللي هو ممكن تلاقيه الليجامنتم تيرس. يبقى انا قاطع كده في الليفت لوب ما بين السيجمنت، ما بين السيجمنت، ما بين انهي سيجمنت بالظبط كده؟ انا قاطع ما بين سيجمنت 2 و3 وما بين سيجمنت 4، انا قاطع في الحته دي بالظبط. مفهوم كده يا شباب؟ مفهوم كده؟ يبقى ده كده ايه؟ ده كده ال ال اس. يبقى ال ال اس عندي فيه احتمالين لا ثالث لهم. طيب يبقى عشان نجمع، ال ال اس عندي احتمالين لا ثالث لهم، لا اما انا قاطع في السيجمنت، لا اما قاطع بتوين السيجمنت. طيب طبعا لو انا قطعت في اول حاجه خالص ناحيه الرايت هلاقي الرايت هيباتيك فين بس، لو قطعت في الليف في النص هلاقي الميدل هيباتيك فين والميلوبار فيشر، لو قطعت ناحيه الليفت هلاقي الليفت هيباتيك فين والثلاثه اللي قلنا عليهم. طيب لو انا قاطع تي اس، لو انا قاطع تي اس، تي اس النوب بتاعي بقى هنا، يبقى انا هجيب التو سيجمنت جنب بعض ولا تحت بعض؟ جنب بعض ولا تحت بعض؟ هجيب تو سيجمنتس عاملين ازاي؟ جنب بعض، جنب بعض، جنب بالجنب، صح كده؟ تو سيجمنتس جنب بعض. بص كده، ادي مثلا سيجمنت 3 4 5 6. ملحوظه تاني وتالت مره هقولها لك وانا هكررها لك كتير لغايه ما تحفظها. الليفر عامل زي حرف السته، زي حرف السته، معكوس كده، معكوس حرف سته. ف سيجمنت مثلا التو سيجمنت بتوع الليفت لوب، تو سيجمنتس بتوع الليفت لوب جنب بعض، وبتوع الرايت لوب فوق بعض. واضحه كده يا شباب؟ بتوع الليفت لوب جنب بعض وبتوع الرايت لوب فوق بعض، واضحه؟ طيب ماشي. طيب انا ايه اللي يبان عندي في الصوره؟ برضو الصوره هتبان عندي ثابت، الانتيريور والبوستيريور ثابته عندي في الصوره، تمام؟ يبقى اي شاشه سونار عندي الانتيريور والبوستيريور ثابته، اللي متغيره اللي ناحيه ايدك الشمال وناحيه ايدك اليمين. هنا اللي ناحيه ايدك الشمال، ايدك انت الشمال، يمين العيان. هوري لك الصوره دلوقتي، بص كده اهي، بص كده الصوره ثابته عندك. في صوره ال ال اس كان انتيريور وبوستيريور، هما هما زي ما هما. الفرق ان كان الناحيه دي ابر، المره دي الناحيه دي مش ابر، مش ابر، الناحيه دي رايت. يبقى لو انت قاطع تي اس، لا اما رايت بحرف الار، لا اما ابر بحرف الار. في ال اس، في ال اس ابر، في التي اس رايت. يبقى ناحيه ايدك اليسار بالر، ناحيه ايدك اليسار بالراء، لا اما في ال اس لا اما في التي اس. في ال اس ابر، في التي اس رايت. اتمنى تحفظوها. طيب نراجع كده تاني مع بعض. ايه اللي عرفني ان انا قاطع تي اس في العيان ده؟ ان انا لقيت الاي في سي والاورطه دايره ولا لقيتهم خط مستقيم؟ لا، لقيتهم دايره. اول ما لقيتهم دايره كده يبقى انا عارف ان انا قاطع تي اس، تي اس. طالما انا قاطع تي اس يبقى انا هجيب تو سيجمنتس جنب بعض ولا فوق بعض؟ جنب بعض ولا فوق بعض؟ ها، جنب بعض ولا فوق بعض؟
جنب بعض، تمام؟ طيب حلو، يبقى انا هبقى هنا قاطع تو سيجمنت جنب بعض، ممتاز. طيب ركز معايا بقى، بص ركز معايا بقى، في ال LS انا قلت لك عندي احتمالين لا ثالث لهما، في ال LS انا قلت لك عندي احتمالين لا ثالث لهما، لا انا قاطع في السيجمنت لا انا قاطع انتر سيجمنتال، صح؟ ده في ال LS. في ال TS انا عندي ثلاث احتمالات، لا اما ابقى قاطع فوق البورتال، لا اما قاطع في البورتال بالظبط، لا اما قاطع تحت البورتال. ماشي كده يا شباب؟ نقول تاني، في ال LS اما كنت واقف LS، لا اما انت قاطع في السيجمنت، لا اما قاطع انتر سيجمنتال ما بين السيجمنت. في ال TS، في ال TS انت لا اما قاطع فوق، لا اما قاطع في البورتال، لا اما قاطع تحت. طيب لو انا قاطع فوق، لو انا قاطع فوق هلاقي دايما حاجه تحسم لي الموضوع، حاجه تحسم لي الموضوع، ان انا هلاقي الثلاثه هيباتيك فين داخلين في الاي في سي، الثلاثه هيباتيك فين داخلين في الاي في سي. يبقى انا كده قاطع فوق، يبقى انا كده قاطع فوق. طيب ايه السيجمنتس اللي عندي فوق؟ 2 4 8 7. يبقى تاني 2 4 8 7. تعال نفتكر كده مع بعض، الهيباتيك فين اللي في النص ده، الهيباتيك فين اللي في النص ده، ده انهي واحد؟ الهيباتيك فين اللي في النص ده، ده انهي واحد؟ ممتاز يا فادي، الهيباتيك فين اللي في النص ده انهي واحد؟ الميدل، الميدل هيباتيك فين، ممتاز. وده كده الرايت هيباتيك فين، وده الليفت هيباتيك فين. يبقى عندي سيجمنت 2 4 8 7. ده المنظر ده هتحفظه وعود عينك عليه كتير. تاني بص كده، الهيباتيك فينز، الهيباتيك فينز وهم رايحين ناحيه الاي في سي. نسال نفسنا سؤال الاول، احنا كده قاطعين ال اس ولا تي اس؟ كده قاطعين ال اس ولا تي اس؟ ممتاز ممتاز، انا كده قاطع تي اس. ايه اللي عرفني ان انا قاطع تي اس؟ ان الهيباتيك فينز، ان الاي في سي عامل دايره. طيب وانس ان لقيت الثلاثه هيباتيك فينز جايين ناحيتي، جايين ناحية الاي في سي، يبقى أنا قاطع فوق ولا في النص ولا تحت؟ فوق ولا في النص ولا تحت؟ فوق. بص على إيدك زي ما عملناها من شوية، يبقى عندي سيجمنت 2، سيجمنت 2 ناحية الليفت اللي هي أول صباع ليك خالص، رقم 2 4 8 7. لاحظ كده، دايما هتلاحظ 2 و4 جنب بعض سايد باي سايد، و8 و7 قدام بعض، اب اند داون، انتيريور وبوستيريور، سوري. تمام؟ تمام؟ واضحة كده يا شباب معاكم؟ واضحة كده معاكم؟ تمام، هوريها لك تاني هزهقك ما تخافش. لو أنا قطعت في الوسط بالظبط، لو أنا قطعت في الوسط بالظبط، قطعت في الوسط بالظبط كده، لو أنا قطعت في الوسط بالظبط كده، هجيب الهيباتيك فين وهو ماشي بالعرض كده. يبقى انا عندي في احتمال ان انا قطعت فوق، في احتمال الثاني، الثاني ان انا قطعت في البورتال فين، اهو كده انا قاطع بالعرض. ايه اللي عرفني ان انا قاطع بالعرض؟ الاي في سي عباره عن دايره، بس فين في العرض؟ في النص بالظبط. ثاني اهو دايره والاي في سي بطول، وراها لك تاني، تاني وتالت ورابع. الاحتمال التالت، يبقى احنا ماشيين كده بالاحتمالات بالترتيب، لا اما انا قطعت، لا اما انا قطعت فوق، لا اما قطعت في البورتال فين. الاحتمال التالت، الاحتمال التالت ان انا قطعت تحت، الاحتمال التالت ان انا قطعت تحت، الاحتمال التالت ان انا قطعت تحت البورتال فين. طيب ايه رايك انت كده في انهي احتمال، في اللي فوق ولا في النص ولا تحت؟ ايه رايك؟
انت فوق ولا في النص ولا تحت؟ ها ايه رأيك انت في انهي احتمال؟ نص. ليه في النص؟ ليه في الاحتمال اللي في النص؟ لانك جايب البورتال فين بطول. ممتاز. ايه رأيك انت كده في انهي احتمال؟ اولا انت ال اس ولا تي اس؟ خلينا نسأل السؤال الاول، انت ال اس ولا تي اس؟ ال اس ولا تي اس؟ تي اس. ايه اللي عرفني ان انا تي اس؟ ان انا جبت الاي في سي عباره عن دايره، ان انا جبت الاي في سي عباره عن دائره. ممتاز، يبقى انا كده تي اس. ممتاز. طيب انا فوق ولا في النص ولا تحت؟ فوق ولا في النص ولا تحت؟ انا في النص. ايه اللي عرفني ان انا في النص؟ ان انا لقيت البورتال فين بطول. ممتاز يا شباب، ممتاز. طيب لو انا قطعت تحت خالص، لو انا قطعت تحت خالص تبدا تظهر لي بتاعه كده اللي هي هتعرفوها بعدين، اللي هي دي الجول بلادر، بس اعتبرها دلوقتي الجول بلادر، وادي الاي في سي. لو رسمت خط من الجول بلادر للاي في سي يقسم لي الليفر لايه وايه؟ يقسم لي الليفر لايه وايه؟ يقسم للليفر لإيه وإيه؟ لرايت وليفت لوب، صح كده؟ يبقى ده الليفت لوب، الاتنين دول جنب بعض، وده الرايت لوب، الاتنين دول فوق بعض. ممتاز. يبقى الليفت لوب ورايت لوب، ممتازين، ممتاز ما شاء الله عليك. طيب حلو. طيب هنا الجول بلادر، مين تاني؟ يبقى دي الجول بلادر أهي. دي جول بلادر اهي، دي جول بلادر. مين تاني بيقسم لي الليفت لوب لسيجمنت 3 و4؟ مين بيقسم لي الليفت لوب لسيجمنت 3 و4؟ ده اللي هو مين بيقسم لي سيجمنت لوب ل 3 و4 بي؟ مين ده الليجامنتم تيرس، اللي هو فين في الصوره هنا؟ اللي هو ده الخط الابيض، ده الخط الابيض ده. يبقى دي الجول بلادر، يبقى هنا سيجمنت 3 و4 و5 و6. تمام؟ 3 و4 هتلاقيهم جنب بعض، و5 و6 هتلاقيهم فوق بعض. مش كده؟ ممتاز. عشان كده خلاص يعني بعضكم هيلاقي في الكتب السيجمنت مكتوبه ميديال ولاترال وانتيريور وبوستيريور. هلاقي الكتب كاتبه كده. تعالوا نشوف كده الاول، بس احنا قاطعين فين عشان نتخيل الكتب ليه بتكتب الكلام ده. ركز معايا كده. احنا هنا انا هفترض معاك في هنا دايره. يبقى احنا كده قاطعين تي اس ولا ال اس؟ قاطعين كده تي اس ولا ال اس؟ ركز معايا من الاول، احنا كده قاطعين تي اس ولا ال اس؟ تي اس. والهيباتيك فينز داخلين. يبقى احنا فوق ولا تحت؟ قاطعين تي اس فوق. يبقى احنا هنجيب سيجمنتس جنب بعض ولا سيجمنتس فوق بعض بما اننا قاطعين تي اس؟ هنجيب سيجمنتس فوق بعض ولا تحت بعض؟ فوق بعض، جنب بعض، سايد باي سايد. يبقى احنا عندنا اتنين واربعة وتمانية وتمانية وسبعة. حلو. اتنين واربعة سايد باي سايد، عشان كده بيسموهم lateral of left loop و medial of left loop. وتمانية وسبعة قدام بعض، عشان كده بيسموها anterior of right loop و posterior of right loop. انا مش عايزك تحفظ anterior و posterior و medial و lateral والكلام ده، انا عايزك بس تعرف عشان لما تيجي تقراها في كتب او تيجي تشوف حد كاتبها كاتب كده في تقرير تبقى فاهم هو كاتب كده ليه، عشان هو معتبر ان دي الاي في سي وده الميدل هيباتك اللي بيقسم، وان الليفت لوب كده الليفت لوب مقسوم لاترال وميديال، انما الرايت لوب مقسوم انتيرور وبوستيرور. ده عشان بس لو شفت حد كاتب في ريبورت ولا حاجه. تمام كده يا شباب؟ بص كده، ده الميدل هيباتك فين، ده الميدل هيباتيك فين،
عشان كده ده الرايت لوب، ادي ده الرايت هيباتيك فين. عشان كده بعض الكتب كاتبه لك ده الانتيريور سيجمنت وده البوستيريور سيجمنت، بس طبعا حضرتك عارف ان ده سيجمنت 8 وعارف ان ده سيجمنت 7. تمام، عارف ان ده سيجمنت 8 وعارف ان ده سيجمنت 7. نقول تاني ونجمع اللي احنا قلناه. نجمع اللي احنا قلناه. حط ايدك تاني، حط ايدك تاني، حط ايدك تاني قدام الابيجاستري. يلا معلش اسمع كلامي، اسمع كلامي والله. انا عارف المحاضرات بتزهق وبتنيم، ما كنتش تسمع كلامي هتنام في وسط المحاضره، هتنام هتنام والله. لو مين بيشرح لك، لو مين بيشرح لك هتنام هتنام. طالما حاجه بتتشرح وانت قاعد مش بتعمل اكشن هتنام هتنام، فاسمع كلامي. يلا حط ايدك، حط ايدك زي كده قدام البيجاستريم. الصباع اللي وراني الاخير خالص رقم كام؟ الصباع الاخير خالص اللي وراني رقم كام؟ سيجمنت واحد، اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي اسمها ايه؟ اللي اسمها ايه؟ الكوديت لوب. حلو، دي خلصنا منها. طيب حلو، وبعدين عندنا 2 4 8 2 3 4 5 6 7 8 4 تاني. لو انا قاطع ال اس عندي كام احتمال؟ لو انا قاطع ال اس عندي كام احتمال؟ ال اس فيه كام احتمال؟ لا اما اكون قاطع في ايه، لا اما في ايه، احتمالين. لا اما جايب صباع كامل، لا اما جايب صباع كامل، فجايب صباع كامل، لا اما قاطع ما بين الصوابع، صح كده؟ لا اما قاطع ما بين الصوابع، يبقى لا اما قاطع صباع كامل فهجيب تو سيجمنتس جنب بعض، لا اما قاطع ما بين الصوابع، لا اما قاطع ما بين الصوابع يبقى انتر سيجمنت. طيب لو انا قاطع، ثواني ما حدش يسال دلوقتي، لو انا قاطع تي اس، لو انا قاطع تي اس يبقى انا عامل ايه؟ لو انا قاطع تي اس يبقى انا عامل ايه؟ جايب حاجات، عندي ثلاث احتمالات، عندي ثلاث احتمالات، نرسم كده، عندي ثلاث احتمالات. لا اما انا قاطع تي اس فوق، لا اما قاطع تي اس عند البورتال، لا اما قاطع تي اس تحت. يبقى في ال اس عندي احتمالين وفي التي اس عندي ثلاث احتمالات. طيب ممتاز، تزين ما شاء الله عليكم. طيب ركز معايا وسيبني انا هجمع لك الدنيا كلها في الاخر كده. ال اس ولا تي اس؟ ها كده ال اس ولا تي اس؟ ها بسرعه كده ال اس ولا تي اس؟ ال اس في سيجمنت ولا انتر سيجمنتال؟ في سيجمنت ولا انتر سيجمنتال؟ في سيجمنت ولا انتر سيجمنتال؟ انتر سيجمنتال. ممتاز ممتاز، يبقى انا كده ال اس كده. طيب كده تي اس ولا ال اس؟ وسيجمنت ولا انتر سيجمنتال؟ ال اس في سيجمنت ولا انتر سيجمنتال؟ ده في سيجمنت. طيب كده جايب حاجات فوق بعض ولا حاجات جنب بعض؟ حاجات فوق بعض ولا حاجات جنب بعض؟ سيجمنت فوق بعض ولا جنب بعض؟ فوق بعض. ممتاز. طيب كده انا قاطع ال تي اس في الثلاث اشكال دول، قاطع هنا فوق والهباتيك فينز داخله في الاي في سي، وهنا قاطع ميدل، وهنا قاطع تحت مفيش في جول بلادر ومفيش هيباتيك فينز، فقاطع تحت الليفت والرايت. طيب ثواني ثواني. طيب بص، الليفر ده عامل زي الليفر ده عامل زي بيت. الليفر ده ثواني يا سماح، ثواني كله جاي يا سماح. الليفر ده عامل زي بيت، زي بيت مكون من طابقين، طابقين. الطابق اللي فوق فيه سيجمنت 2 و4 و8 و7 ورا، خلي بالك 7 دايما ورا 8 و2 و4 جنب بعض. وتحت فيه بالترتيب كده 3 و4 و5 و6،
تلاتة وأربعة وخمسة وستة، وما بين الدورين، مين اللي ما بين الدورين؟ مين اللي ما بين الدورين؟ مين اللي ما بين الدورين؟ البورتالفين. البورتالفين، حلو. ولو رسمت واحد بالطول كده ما بين الشباكين كده، يبقى ده الميدل هيباتيك فين. الميدل هيباتيك فين. طيب حلو، بص كده، لو انت قاطع طبعا ال اس هتجيب شباكين فوق بعض. لو انت قاطع ال اس هتجيب شباكين فوق بعض، يعني هتجيب الشباك 2 و3 او الشباك 4 و4 او الشباك 5 وكده او كده. لو انت قاطع ال تي اس هتجيب شباكين جنب بعض. واضحه كده؟ وضحت كده المثال يا شباب؟ وضح كده المثال؟ اتمنى ان شاء الله، ان شاء الله يكون واضح كده المثال اللي بيننا. يا رب ان شاء الله يكون واضح بيننا المثال. طيب انا عايز اجيب بقى السيجمنت، انا عايز بقى اجيب السيجمنت بالسونار. عايز اجيب السيجمنت بالسونار. ركز معايا بقى، ركز معايا، هقول لك على خطوات واضحه بقى بعد ما انت فهمت كل الكلام ده. تجيب السيجمنت بالسونار ازاي؟ تجيب السيجمنت بالسونار ازاي؟ ركز معايا. بص، لو ده الليفر وانت قطعت ال اس في اول حته في الليفر، اول حته في الليفر خالص، يبقى حضرتك جايب سيجمنت كام وكام؟ يبقى حضرتك جايب سيجمنت كام وكام؟ يبقى حضرتك جايب سيجمنت كام وكام؟ ها، سيجمنت 2 فوق و3 تحت. سيجمنت 2 فوق و3 تحت، صح كده؟ ممتاز. سيجمنت 2 فوق و3 تحت، ممتاز. يبقى انا لو وقفت كده في اول حاجه خالص هجيب سيجمنت 2 فوق و3 تحت، ممتاز. دي اول حاجه خالص. طيب كده اول 2 سيجمنت سهلين، اول 2 سيجمنت سهلين وجبتهم بكل سهوله. طيب لو انا قطعت تي اس فوق، لو انا قطعت تي اس فوق، قطعت تي اس فوق، يبقى انا خلي بالك انت اول حركه وقفت فيها خالص جبت اول 2 سيجمنتس دي فوق بعض، اول 2 سيجمنتس فوق بعض، جبت شقه 2 وشقه 3، وبعدين قطعت تي اس فوق، يبقى هتجيب 4 سيجمنتس جنب بعض، اللي هم مين بقى؟ الادوار اللي فوق بقى كلها، الادوار اللي فوق كلها 2 و4 و8 و7. حلو كده؟ 2 و4 و8 و7، يبقى دي خطوه رقم 2. يبقى دي خطوه رقم 2. يبقى انا اول ستيب عندي وقفت خالص، وقفت ال اس في الميد لاين ناحيه الليفت كده، ناحيه الليفت، بعد الليفت نيبل بشويه كده، بعد مستوى الليفت نيبل بشويه كده، فجبت 2 سيجمنتس، اول 2 سيجمنتس ظهروا معايا، يبقى دول 2 و3. بعد شويه قمت عكس ايدي جبت 2 و4 و8 و7، جبت 2 و4 و8 و7. اول ما الاقي الهيباتيك فينز داخلين في الاي في سي، خلي بالك الهيباتيك فينز وهما داخلين في الاي في سي، لا اما يبانوا بالطول، لا اما يبانوا بالعرض. ليه؟ ده ليها تفسير بس ما تشغلش بالك بيه دلوقتي. بس طالما الهيباتيك فينز جايين من الاي في سي يبقى ايه؟ لا اما يبانوا بالطول لا اما يبانوا بالعرض. يبقى 2 4 8 7، ممتاز. تاني 2 4 8 7، ممتاز. تاني يبقى انت كده قاطع فين؟ قاطع فين؟ اول ما هوريك ازاي تجيبهم على العيان دلوقتي. 2 4 8 7، تمام؟ هوريك ازاي تجيبهم على العيان دلوقتي. تاني يبقى اول ستيب خالص وقفت ال اس في الميد لاين، جبت سيجمنت 2 و3، دي اول ستيب خالص، جبت سيجمنت 2 و3، بعدين عكست ايدي الستيب اللي بعديها، جبت تي اس وجبت الهيباتيك فينز وهم داخلين في الاي في سي، جبت 2 و4 و8 و7، تمام كده؟ تمام. طيب لو رحت وقفت ال اس العكس خالص، مش في الميد لاين، لاترال خالص،
هجيب اخر اتنين لاترال اللي هو اخر صباع عندك لاترال اللي هو مين؟ اللي هم مين؟ لا اخر اتنين لاترال، اخر اتنين لاترال اللي هم مين؟ اخر اتنين لاترال اللي هم مين؟ لا اخر اتنين لاترال اللي هم ستة وسبعة. ستة وسبعة. ممتاز ممتاز. يبقى انا لو وقفت ال اس لاترال خالص هجيب اخر اتنين لاترال اللي هم سبعة فوق وستة تحت، سبعة فوق وستة تحت، مش كده؟ ممتاز. يبقى تاني انا جبت اتنين وتلاتة اما وقفت ميد لاين خالص، وبعدين جبت اتنين اربعة تمانية سبعة، بعدين جبت ستة وسبعة، مش كده؟ انا قلت لك الكوديت اللي بحرف السي بيقع بين 2 في اللي هما مين؟ الكوديت اللي بحرف السي بيقع بين 2 في اللي هما مين؟ الاثنين اللي بحرف السي، السي كوديت بحرف السي بيقع بين 2 في اللي هما مين؟ ها؟ ايوه الليجامنتم فينوزم والاي في سي. يبقى احنا لو جبنا الليجامنتم فينوزم والاي في سي هنجيب الاثنين سي. بص كده ركز معايا، سواء تي اس او ال اس، بص ركز معايا، سواء تي اس او ال اس، ادي الليجامنتم فينوزم، ادي الاي في سي، تلاقي جنبيها ليجامنت لونه ابيض، يبقى ده الليجامنتم فينوزم. يبقى ده مين؟ يبقى ده مين؟ يبقى ده مين؟ يبقى ده مين؟ الكوديت ده الكوديت. نركز مع بعض، نركز، الناس تصحى، الناس تصحى يا شباب، الناس تصحى، حاسس الناس نامت. يلا معلش نجاوب بقى مع بعض شويه، انت خدت معلومات كتير، ركز معايا. احنا كده قاطعين تي اس ولا ال اس؟ قاطعين تي اس ولا ال اس؟ قاطعين تي اس ولا ال اس؟ تي اس. طيب قاطعين تي اس فوق ولا في النص ولا تحت؟ تي اس فوق ولا في النص ولا تحت؟ تي اس فوق، عشان دول الهيباتيك فينز، صح؟ الهيباتيك فينز، طيب صح. يبقى قاطعين فوق، سيجمنت كام وكام وكام وكام؟ ها سيجمنت كام وكام وكام وكام؟ نقول بقى السيجمنت بتاعتنا. ممتاز ممتاز يا دينا، ممتاز. سيجمنت كام؟ اتنين، ها من ايدك اليمين لايدك الشمال كده، اتنين اربعة تمانية، ها تمام، سوري معلش القلم ما بيكتبش كويس، تمانية سبعة، ماشي. وبعدين لقيت عندي في حاجة لونها ابيض ظهرت جنب الاي في سي، تبقى الليجامنتم فينوزم، يبقى ده مين؟ ده الكوريت. يبقى كده انا جايب في الصورة دي خمسة لوبس، خمسة لوبس. طيب تاني، ادي الليجامنتم فينوزم الخط الابيض ده، وادي الاي في سي، يبقى ده الكوديت لوب. تمام كده يا شباب؟ سواء ال اس او تي اس، اي في سي اهو ال اس، خط ابيض يبقى ده الكوديت. اوريها لك بكذا منظر. اي في سي، سؤالي انا كده قاطع ال اس ولا تي اس يا شباب؟ بسرعه كده قاطع ال اس ولا تي اس؟ كده قاطع ال اس ولا تي اس؟ ممتاز. انا عايز الناس تصحى، انا عايز الناس تصحى. ال اس ولا تي اس؟ ال اس صح. قاطع في سيجمنت ولا ما بين سيجمنت؟ ها قاطع في سيجمنت ولا ما بين سيجمنت؟ انتر سيجمنت، حلو. وادي الاي في سي، وادي خط ابيض، يبقى الخط الابيض ده مين؟ اللي جنب الاي في سي. الخط الابيض اللي جنب الاي في سي يبقى مين؟ الخط الابيض اللي جنب الاي في سي ده يبقى مين؟ ليجامنتم فينوزم. يبقى ده كده سيجمنت كوديت، ده الكوديت، ده ملهاش دعوه باللعبه خالص. السيجمنت اللي تحت دي الكوديت، ملهاش دعوه باللعبه خالص. تمام، يبقى اللي بريت ما بين الفينوزم والاي في سي. تاني، سواء جبته تي اس، سواء انت جايب الصوره تي اس زي الصوره دي، او سواء جايبه ال اس زي الصوره دي، اول ما تلاقي الاي في سي جنبه خط لونه ابيض، جنبه خط لونه ابيض، يبقى ده الليجامنتم فينوزم. سوري يا شباب،
جنبه خط لونه ابيض يبقى ده الفينوزم، جنبه خط لونه ابيض يبقى ده الفينوزم، يبقى ده الكوريت، يبقى ده الكوريت. ماشي كده؟ الكوديت لوب اللي هو سيجمنت 1، سيجمنت 1 ساعات بيطلع له الديل نفسه، بيطلع له ديل، الديل نفسه بيطلع له زي اكستنشن زياده كده، بيسموها بابيلاري بروسيس. يبقى الكوديت لوب، الكوديت ساعات الكوديت لوب، ادي بص كده ركز معايا، ده الاي في سي، ده اللي جامنتم فينوزم، يبقى ده الكوديت، ساعات يطلع له ديل زياده كده، ده بنسميها البابيلاري بروسيس. وايه مشكله البابيلاري بروسيس دي؟ ايه مشكله البابيلاري بروسيس دي؟ انك ساعات في التي اس تجيبها تفتكرها لينف نود. يعني لو قطعت هنا كده لوحدها تي اس ممكن تفتكر دي لينف نود. عشان كده لو لقيت حاجه واصله بالكوديت اعرف ان دي اسمها بابيلاري بروسيس، ما تخافش منها. لو لقيت حاجه واصله بالكوديت اعرف ان دي بابيلاري بروسيس، ما تخافش منها. تاني بص المنظر، ادي الاي في سي وادي الليجامنتم فينوزم، ولقيت الكوديت اهو في حاجه طالعه منه، الكوديت لوب اهو في حاجه طالعه منه، ما تخافش منها. الديل لو طلع منه ديل ده ما تخافش منه، ده اسمه بابيلاري بروسيس. نجمع تاني، نجمع تاني. بصوا يا شباب، انت الاول وقفت ال اس في الميد لاين بالظبط، جبت سيجمنت 2 و3، بعدين وقفت سي اس جبت 2 و4 و8 و7، بعدين وقفت ال اس لاترال خالص جبت 6 و7، بعدين جبت الليجامنتم فينوزم. الليجامنتم فينوزم يا دكتور كريم اي حاجه لونها ابيض جنب، اي حاجه لونها ابيض جنب الاي في سي، الليجامنتم فينوزم جنب الاي في سي، مالكش دعوه بالسيجمنت، لا سيب السيجمنت اللي جنب الجول بلادر، لان الجول بلادر مكانها مختلف شويه، هي المفروض الجول بلادر من الناحيه دي فيها 4 بي ومن الناحيه دي 5، بس مالكش دعوه، خلينا نمشي، انا همشي لك بالترتيب. اي حاجه، اي خط لونه ابيض جنب الاي في سي هو ده اللي جامنتم فينوزم يا دكتور كريم، تمام؟ طيب يبقى تاني احنا كده جبنا كام سيجمنت؟ جبنا 2 و3، جبنا 2 و3، جبنا 2 و4 و8 و7، جبنا 6 و7، وجبنا 1، وجبنا 1. كده ناقص لي مين؟ ناقص لي 4 بي و5، ناقص لي 4 بي و5، صح كده؟ انت جبت 2، جبت 3، جبت 4، 8، 7، جبت 6، جبت 1. ناقص لي مين؟ ناقص لي 4 و5. دول اجيبهم ازاي بقى؟ دول اجيبهم ازاي؟ بص كده، دول اجيبهم ازاي؟ عندي حاجة من الاثنين، عندي حاجة من الاثنين، لا اما اروح اقف عند ال LS عند 2 و3 وبعدين اقف في الانتر سيجمنتال اللي بينهم اللي فيه ثلاث حاجات بتمشي، وابقى انا كده دخلت على سيجمنت اللي بعديهم. دي طريقه صعبه شويه. نقول تاني، انت هتقف ال اس عند 2 و3، بعدين تمشي ناحيه الميديال شويه تجيب الانتر سيجمنتال، بعدين تجيب سيجمنت 4 اي وبي. دي طريقه صعبه شويه اهو، تجيب الثلاث حاجات دول وبعدين تخش ميديال شويه تقوم جايب اللي بعديها. في طريقه اسهل، انك تقطع تي اس تحت، تقطع تي اس تحت. لو قطعت تي اس تحت بقى ده عندك الاي في سي، دي عندك الجول بلادر، ترسم خط تبقى دي 4 بي ودي 5، يبقى عندي 3 ليجامنتم تيريز، 4 بي، 5، 6، تمام؟ طيب يبقى ستيب 1، بص كده ركز معايا، ركز معايا بقى خلاص، هي خد دي حتى سكرين شوت، خد دي حتى سكرين شوت. انا سيجمنت 1 ادي الليفر عندي اهو، ادي الليفر عندي اهو سيجمنت 1، وقفت ال اس، وقفت اس ال اس في الميد لاين، فجبت سيجمنت 2، جبت سيجمنت 2 و 3، دي اول خطوه. تاني خطوه عملت اي دي تي اس، فجبت سيجمنت 2 و 4 و 8 و 7. ثالث خطوه وقفت لاترال خالص في الميد لاين، سوري لاترال خالص على اخر الليفر من لاترال خالص، جبت 6 و7، طبعا 7 اللي فوق و6 اللي تحت. بعدين جبت سيجمنت 1 اللي هي عباره عن ما بين الاي في سي والليجامنتم فينوزم، ما بين الاي في سي والليجامنتم فينوزم اللي هي الكوديت،
بعدين وقفت تحت تي اس وجبت 4 و5 بي. ماشي، خد دي بقى كده بعد اذنك، حتى لو هتاخد البي دي اف بتاع المحاضره انا عايزك تاخد دي سكرين شوت، عايزك تاخد دي سكرين شوت، خدها سكرين شوت، خدها سكرين شوت كده. تمام يا شباب؟ تمام تمام طيب بص كده هوريك تي اس تحت زي ما قلنا من شويه. مش احنا قلنا يا شباب، مش احنا قلنا من قيمه بتاع تلت ساعه كده ان انا وانا قاطع تي اس وانا قاطع تي اس وانا قاطع تي اس لا اما ابقى قاطع فوق، مش ده قلتها لكم من شويه؟ مش انا قلت لكم من شويه تي اس لو انا تي اس لا اما قاطع فوق لا اما في البورتال فين لا اما تحت؟ فوق ببقى اشوف الهيباتيك فين داخله في الاي في سي، في النص ببقى شايف البورتال فين، تحت خالص ببقى شايف الجول بلادر واللي جاب انت متيرز، مش انا قلت لكم الموضوع ده؟ صح؟ مش انا قلت هات اخر ستيب دي، هات اخر ستيب دي اقطع تي اس تحت. طيب تعال اسالك كده وريني انت عارف الاجابات ولا لا، تعال اسالك كده وقول لي انت عارف الاجابات ولا لا. تعال اسالك وقول لي. بص معلش بص ماشي تعالى. بسم الله، ركزوا يا شباب ركزوا. السيجمنت دي سيجمنت كام؟ يلا. سيجمنت دي سيجمنت كام؟ سيجمنت دي سيجمنت كام؟ ممتاز، ممتاز يا اسراء، ممتاز يا منار، ممتاز يا فاطمه. ها، ممتاز يا سلمى، ممتاز يا عبد العزيز. ممتاز يا زهراء، ممتاز، ممتاز يا احلام، ممتاز يا هاله. اكسلنت يا شباب، ممتاز يا يارا، ممتاز يا نور، ممتاز يا مها. طيب حلو، سيجمنت دي رقم 2 سيجمنت كام؟ او بلاش 2 خليها اي، خليها حرف اي مثلا او حرف 2، سيجمنت كام؟ ممتاز، ممتازين، ممتازين، ممتاز يا فاطمه، ممتاز يا نور، ممتاز، اكسلنت اكسلنت اكسلنت. طيب ممتاز. طيب احنا هنا قاطعين ال اس ولا تي اس في سيجمنت ولا انتر سيجمنتال؟ تي اس ولا ال اس في سيجمنت ولا انتر سيجمنتال؟ ال اس انتر سيجمنتال فول. ممتاز. طيب الخط الابيض ده اسمه ايه؟ الخط الابيض ده اسمه ايه؟ الخط الابيض ده اسمه ايه؟ حد عنده تصور؟ حد عنده تصور الخط الابيض ده اسمه ايه؟ ممتاز 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 يا دينا، ممتاز يا هند، ممتاز يا ابراهيم، ممتاز يا سمر. لا مش فينوزم، لا مش فينوزم، انا الخط الابيض اللي انا رسمه، الخط الابيض اللي انا رسمه ده ليجامنت تيرز اللي ماسك في الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال. طيب امال اللي انا رسمه بالاحمر ده اللي جنب الاي في سي ده مين؟ اللي انا رسمه بالاحمر ده جنب الاي في سي ده مين؟ اه ممتاز يا حنان، ممتاز يا نور، ممتاز يا اسيا، ممتاز يا سمر، ده اللي جاب، ممتاز يا محمد، ده اللي جاب انت فينوزم. طب لو قلت لك السيجمنت دي سيجمنت مين؟ السيجمنت دي اللي بالنجمه الحمراء دي، معلش السيجمنت اللي بالنجمه الحمراء دي سيجمنت كام؟ كوديت كوديت، تجي لي تي اس وتجي لي ال اس بنفس المنظر، تجي لي تي اس وال اس بنفس المنظر. اكسلنت يا شباب اكسلنت. طيب لو انا رسمت لك النجمه الثانيه دي، النجمه الثانيه دي وقلت لك دي سيجمنت كام، تقول لي ولا بخدعك؟ تقول لي ولا بخدعك؟ تقول لي ولا بخدعك؟ اللي انا عامل لك عليها علامه حمراء دي، تقول لي ولا بخدعك؟ بخدعك. ليه بخدعك؟ لان دي انتر سيجمنتال، انت لا تحي ناحيه حاجه. ممتاز ممتازين. طيب بص كده ركز معايا وفكر معايا في دي شويه، ركز معايا وفكر معايا في دي شويه. لو قلت لك ان ده الهارت، ده الهارت،
ده الهارت، لو قلت لك ان ده الهارت ماشي، وفي سيجمنت هنا وفي سيجمنت هنا، تبقى تتوقع ممكن تبقى سيجمنت كام؟ تتوقع ممكن يبقى سيجمنت كام؟ ركز كده وفكر معايا بالراحه. تتوقع ممكن يبقى سيجمنت كام؟ اهدى اهدى وفكر. طيب نمشي مع بعض سؤال سؤال، نمشي مع بعض سؤال سؤال. الهارت ناحيه الليفت اكتر ولا ناحيه الرايت اكتر؟ الهارت ناحيه الليفت اكتر ولا الرايت اكتر؟ فكر بس معايا واحده واحده، ما تجاوبش، مش عايزك تجاوب دلوقتي. ناحيه الليفت اكتر ولا ناحيه الرايت اكتر؟ ناحيه الليفت اكتر، صح كده؟ طيب الهارت فوق الليفر ولا تحت الليفر؟ فوق الليفر ولا تحت الليفر؟ بالراحه بس ما تجاوبش، ثواني يا مياده بس ما تجاوبش. احنا دلوقتي بنتكلم ليفت ولا رايت وفوق ولا تحت؟ اباف، صح؟ يبقى السيجمنت دي في الليفر فوق ناحيه الليفت. بص على ايدك كده، اعمل ايدك في الميد لاين زي ما قلت لك، وقول لي ايه السيجمنت، ايه الاحتمالات في السيجمنت اللي فوق ناحيه الليفت في ايدك؟ سيجمنت كام وسيجمنت كام؟ ايه الاحتمالات في السيجمنت؟ 2 و4، 2 و4، ايه صح كده؟ لا 7 و8 مش ناحيه الليفت خالص. اللي كتب 7 و8 محمد نجم، 7 و8 ناحيه الليفت ولا الرايت؟ 7 و8 ناحيه الليفت ولا الرايت؟ ركز تاني. 3 3 ناحيه فوق ولا ناحيه تحت؟ 3 ناحيه فوق ولا ناحيه تحت؟ ركز برضو تاني، 3 ناحيه فوق ولا تحت؟ 3 تحت. احنا هنا شايفين الليفر، بص كده ركز معايا، هرسم لك بقى، هرسمها لك انا عشان تتخيل احنا فين وهوريك. يا طبعا السؤال ده صعب، السؤال ده صعب وتريكي وصعب، مش جايب لك الصور اللي متعود عليها. بص كده ركز معايا، ركز معايا. احنا عندنا الليفر اهو، الليفر اهو. انا عارف ان السؤال صعب ورخم، بس انا معلش انا بعودك على اصعب حاجه. الليفر اهو فوق سيجمنت 2 3 سوري 2 4 8 7، تحت 3 4 5 6. انا جايب لك ايه المنظر دلوقتي؟ جايب لك منظر الهارت وهو عامل كده، وجايب سيجمنت جنبه، وجايب سيجمنت جنبه، صح؟ ده المنظر اللي انا جايبه لك. فسؤالي كان لحضرتك، هو الهارت مايل اكتر ناحيه الليفت لوب ولا ناحيه الرايت لوب؟ فانت قلت لي ناحيه الليفت لوب، فاستبعدنا الرايت، استبعدنا الرايت. وقلت لك الهارت فوق الليفر ولا تحت الليفر؟ قلت لي فوق، فاستبعدنا الاثنين اللي تحت. حد مجمع معايا لغايه دلوقتي؟ حد مجمع معايا لغايه دلوقتي؟ استبعدنا اللي ناحيه الرايت واستبعدنا اللي تحت، حد مجمع معايا؟ فلا 2 ل 4، لا 2 ل 4، لا 2 ل 4، تمام؟ طيب وعامله مثلث، وعامله مثلث، التب بتاعت السيجمنت هتبقى سيجمنت 2. التب بتاعت سيجمنت، تعالى كده نبص عليها تاني. احنا كده ده الهارت، ده الهارت، وده الايبكس بتاعته، وده الايبكس بتاعته، وده الهارت كده، يبقى دي سيجمنت 2. انا عارف ان دي صعبه، عارف ان دي صعبه، بس انا بصعبها عليك. طيب تعالى كده بس خليك معايا، انا عارف الصوره وحشه. خليك اوريك الصوره وحشه، بس هاخد منك برضو رأي. ده كده تي اس ولا ال اس؟ امشي بس معايا واحده واحده. تي اس ولا ال اس؟ طيب تي اس ولا ال اس؟ تي اس، صح كده؟ تي اس، ماشي. لو قلت لك ان دي الجول بلادر، دي الجول بلادر، وده الاي في سي، وده الاي في سي، وقلت لك في خط ابيض هنا، مين الحاجه البيضاء هنا؟ مين الحاجه البيضاء اللي هنا؟ مين الحاجه البيضاء اللي هنا؟ ها؟ ركز بس معايا وخليك معايا، ركز معايا وخليك معايا. مين الحاجه البيضاء اللي هنا؟ ليجامنتم تيرس، ليجامنتم تيرس، صح؟ ليجامنتم تيرس. طيب لو قلت لك العلامه دي في سيجمنت كام؟ تقول لي كام؟ ركز كده وفكر بالراحه. احنا قاطعين تي اس فوق ولا في النص ولا تحت؟ قاطعين تي اس فوق ولا في النص ولا تحت؟ ودي ناحيه الليفت لوب ولا الرايت لوب؟ ممتازين، ممتازين، ممتاز يا هاجر، ممتاز.
ممتاز يا فادية، ممتاز يا مروة، لا ممتازين ما شاء الله عليكم. هدى ممتازة، سارة ممتازة، الهام، هالة اكسلنت اكسلنت، ممتازين، نهلة ممتازة، أسيا، فاطمة ما شاء الله، أربعة بي، أربعة بي. الصورة دي، الصورة دي احنا قاطعين تحت جول بلادر اي في سي، عملنا خط كده ما بين الجول بلادر والاي في سي، قسمنا الليفت ورايت لوب، ده اللي جامنتم تيرز، اللي جامنتم تيرز بيقسم لي سيجمنت 3 4 5 6 كده. وضحت كده؟ وضحت يا شباب؟ كده وضحت؟ ملحوظه بقى، ملحوظه، انا كده فهمتك السيجمنت، فهمتك تجيبها ازاي على قد ما اقدر، على قد ما اقدر. هوريك دلوقتي فيديو وانا شغال، هوريك دلوقتي فيديو وانا شغال، واقول لك انا بشتغل الاناتومي بتاع الليفر ازاي، بس برضو، بس برضو ده على قد ما اقدر. انت لازم تروح تقرا برضو وتشوف صور كتير لغايه ما عينك تاخد وتجرب مع نفسك كذا مره. تعالى بقى اوريك فيديو وانا شغال. بص يا شباب، ده فيديو، ده فيديو هصوره لك. معظم زمايلنا لما بشوفهم او يجي يقفوا معايا في العياده، طبعا يعني اعذروني على بشاعه المنظر، هو ده بس ده خلقه ربنا، اعمل ايه يعني، هو ده شكلي، معلش انا عارف ان انا بطلع في الكاميرا وحش، بس انا في الحقيقه شعري اصفر، يعني لو حد شافني في الحقيقه انا شعري اصفر وبيضاني عن كده، بس الكاميرا بيقولوا ان هي بتسود شويه، فيعني استوعبوني، يعني استوعبوني. بص يا سيدي، ركز معايا، ركز في معايا، مش عارف اللي شافني في الحقيقه حسين فهمي، مش هتعرف تفرقني يعني، حتى كذا مره حد يسلم عليا ويقول لي ازيك يا استاذ حسين، ماشي ركز بس معايا الله يكرمك. اما بجيب زمايلنا يشتغلوا، اما اجيب زمايلنا بيشتغلوا معانا، ايوه انا احب اهم شيء الاخلاق دي، الكلام الحلو ده، الحلاوه، حلاوه الروح، مش مهم الشكل، ماشي. بص ركز معايا بس الله يكرمك. بص انا دايما ما بشوفش زمايلنا بيشتغلوا، دايما لما اشوف زمايلنا بيشتغلوا، بيشتغلوا دايما ميد لاين، يعني اي حد زميلي بيجي ابدا معايا اقول له ابدا اشتغل سونار بطن، حط كده وريني، دايما يحط الجل في الميد لاين ومحط البروب كده، سواء تي اس او ال اس. وانا رايي دي بدايه خاطئه تماما، بدايه خاطئه تماما. اوعى تبدا، اوعى تبدا وانت بتشتغل بطن وحوض تبدا من الميد لاين كده. هقول لك وجهه نظري ليه دلوقتي، تعال نشوف مع بعض كده واقول لك وجهه نظري ليه. ركز بقى وسيب لي في ايدك وهنتفرج على الفيديو ده وخلاص، احنا مش هناخد حاجه بعديه، هنتفرج على الفيديو ده وخلاص، فركز بقى الدقيقه دي، معلش معلش. بص كده، اما تيجي تبدا ما تبداليش من الميد لاين كده، امال تبدا منين؟ ابدا لي من هنا، ابدا لي من هنا، من بره خالص ناحية الترابيزة من تحت كده، شايف الترابيزة كده أو السرير، ابدأ ال اس. ليه ببدأ من هنا؟ ليه ببدأ من هنا؟ بص على الصورة كده، أنت هنا جبت، بص كام حاجة، بص بقى، بص دي أول بداية ليك، دي أول بداية ليك، أنت يا دوبك لسه بادئ. بص جبت الاستراكشر ده، مين الاستراكشر ده؟ مين الاستراكشر اللي أنا رسمته ده؟ مين الاستراكشر ده؟ ها الرايت كيدني، صح كده؟ ادي المعلومة رقم واحد، يبقى المعلومة رقم واحد جبنا الرايت كيدني، ماشي، يبقى ادي جبنا الرايت كيدني، بس دي مش معلومة. تعال بقى نشوف احنا جبنا فيها كام حاجة، جبنا الرايت كيدني فيها ستون ولا لا، ادي واحد، جبنا الرايت كيدني فيها باك بريشر ولا لا، ادي اثنين، جبنا في فلويد في المورسن باوتش ولا لا، دي ثلاثة، جبنا البارينكما بتاعت الكيدني فيها نيفروباسي ولا لا، دي المعلومة رقم أربعة، دي من اول لبس بس لقطه. رقم خمسه، جبنا علاقه البارينكما بتاعت الليفر بعلاقه البارينكما بتاعت الكيدني، فشفنا الليفر فاتي ولا لا، دي معلومه رقم خمسه. شفنا اللور بول بتاع الكيدني مع اللور بول بتاعت الليفر، شفنا الليفر انلارجد ولا لا، معلومه رقم سته. ده الدايفرام الخط الابيض ده، فشفنا فيه بلورال ديفيوجن لا، المعلومه رقم سبعه. شفنا سيجمنت كام وكام، تتوقع دي سيجمنت كام وكام؟ تتوقع دي سيجمنت كام وكام؟ ممتاز يا شيماء، ممتاز يا شيماء، اكسلنت، ممتاز يا دينا، ممتاز يا مروه، ممتاز يا سميه، ممتازين، ممتاز يا همسه، سته وسبعه. ففي اول لقطه ليك، مجرد ما حضرتك حطيت البروب بتاع السونار، جبت حوالي سبع ثمان معلومات من اول لقطه. ركز معايا تاني، انا بقول لك ده كله حصل منك من اول لقطه، يا دوبك بتحط بروب السونار،
شفت الكيدني فيها ستون ولا لا، باك بريجر ولا لا، فيها نفروباسي ولا لا، في فلويد في المورسن باوتش ولا لا، الليفر كويس ولا لا، اللارجد ولا لا، سيجمنت 7 و6 عاملين ايه، في بلورال فيوجن ولا لا، من اول لقطه. تمام، عشان كده بلاش بدايه الميد لاين دي اللي ما بتشوفش منها حاجه من شويه الجازز اللي موجوده في الميد لاين. طيب يبقى دي اول لقطه انا ببدا بيها، انا ده مش هعمل سيجمنتيشن، انا بوريك بس انا بشتغل ازاي. دي اول لقطه انا بشتغل بيها، جبت الليفر، جبت الكيدني، بصيت كويس، بصيت على الليفر سيجمنت 6 و7. طيب وبعد ما عملت 6 و7 عامل ايه؟ بص دي اول حاجه. خطوه رقم 2، حضرتك بتانجل ايدك، حضرتك بتانجل ايدك، بص اهو بتانجل ايدك. لو اعتبرنا ده، بص لو اعتبرنا ده الساعه 12، لو اعتبرنا ده الساعه 12، انا بخلي ايدي الساعه 10، بخلي ايدي الساعه 10. انت فاهم، فاهم يعني ايه بتخلي ايدك الساعه 10؟ الناس طبعا اللي شغاله بريست فاهمه الكلام ده. يعني بخلي ايدي، بص يعني لو اعتبرنا كده الساعه 12، الساعه 12 6 9 3، انا خليت ايدي بصت ناحيه الساعه 10. ماشي، عشان احنا كنا بره خالص، عشان احنا كنا بره خالص يا محمد. ماشي، يبقى انا خليت ايدي تبص الساعه 10. ايوه بالظبط زي ما الساعه 10 دلوقتي. حلو، وبعد كده هعمل ايه؟ هتحرك بالبروب بتاعي، هتحرك بالبروب بتاعي ناحيه ال، ناحيه ال ليفت شولدر. هاخد البروب بتاعي وامشي بيه ناحيه الليفت شولدر. تمام، تعال نبص كده اهو، همشي، همشي ناحيه الليفت شولدر. يبقى انا وقفت الساعه 12، وقفت الساعه 12 الاول في الميدل، في اللاترال بالظبط، وبعدين خدت البروب بتاعي وهمشي ناحيه الليفت شولدر اهو. بص ماشي ناحيه الليفت شولدر اهو، بص كده ماشي لغايه ما اوصل للميد لاين. وانا ماشي، وانا ماشي مجرد ما امشي هلاقي الجول بلادر ظهرت معايا اهي، الجول بلادر ظهرت معايا اهي. جربوا الطريقه دي، جربوا الطريقه دي. وبعدين البورتال فين اهو، ادي البورتال فين وادي الجول بلادر. يبقى امشي بالطريقه دي، يبقى انا شفت الليفر، امشي من تحت الكوستال مارجن لغايه ما وصلت للميد لاين. لما اوصل للميد لاين بص بقى الحركه دي، شايف الحركه دي؟ بص ايدي عملت ازاي، شايف ايدي عملت ازاي؟ غرزت كده، ايدي غرزت كده بالعرض، غرزت بالعرض بصه ناحيه الرايت شولدر. بص كده ايدي هتنام على بطن العيان تبص ناحيه الرايت شولدر. ركز بقى في الحاجات دي كلها عشان هي دي اللي هتجيب لك السيجمنتس وكل حاجه. هبص ناحيه الرايت شولدر، بص كده اهو. تعال بقى، تعال بقى، تعال نجيب السيجمنت، تعال نجيب السيجمنت بقى مع بعض، تعال نجيب السيجمنت. لو بدات باول سيجمنت ال اس بره خالص يبقى سيجمنت كام وكام؟ ها الناس تركز، لو بدات باول سيجمنت بره خالص تبقى كام وكام؟ بص بص اخش اخش اخش، يبقى دول سيجمنت كام وكام؟ 2 و3. وضحت ولا ما وضحتش؟ ادي سيجمنت 2 وسيجمنت 3. تمام كده، دول سهلين ما فيهمش اي حاجه، دول سهلين وما فيهمش اي حاجه، خلاص دول اول 2 سيجمنتس هتجابوا معايا. طيب الخطوه ستيب رقم 2 اهو، هنيم ايدي تبص ناحيه الرايت شولدر، هنيم ايدي تبص ناحيه الرايت شولدر، ايدي تحت الشولدر، هلاقي الاي في سي والثلاثه هيباتيك فين داخلين فيه، الثلاثه هيباتيك فين داخلين في الاي في سي. يبقى انا كده قاطع تي اس ولا ال اس فوق ولا تحت؟ ها ايه رايك؟ تي اس ولا ال اس فوق ولا تحت؟ ايه رايك؟ ممتاز يا عبير، ولا اسير، سوري معايا اسير محمد نجم، لا محمد 2 في 4 ب 8 مش 2 في 3، 2 في 4 ب 8 ب 7 فوق. طيب لو قلت لك، لو قلت لك او سالت حضرتك السيجمنت دي رقم كام؟ تقول لي ايه؟ السيجمنت دي رقم كام؟ تقول لي ايه؟ 2 4 8 ها؟ ممتاز، دي ما. دي سيجمنت 8 ممتاز، ممتازين. يبقى دي خطوه رقم 2، يبقى دي خطوه رقم 2 ممتازين ان شاء الله. طيب جبت الثلاثه هيبقى كبير، ادي 2 و4 وادي 8 و7 قدام بعض، 2 و4 جنب بعض، 8 و7 جنب بعض. طيب حلو، بص كده
انا جيت من عند الامبليكس كده، جيت من عند الامبليكس، ركز، ده الاورطه وده الاي في سي، ده الاورطه وده الاي في سي، امشي مع الاي في سي. انا ماشي عمال اطلع لفوق، عمال اطلع لفوق، عمال اطلع لفوق، عمال اطلع لفوق، الاي في سي دخل في الليفر. بص كده الاي في سي دخل في الليفر وبقى فيه حاجه شيت ابيض كده، شيت ابيض. يبقى انا كده فين؟ يبقى ده كده سيجمنت كام؟ يبقى سيجمنت كام دي؟ يبقى سيجمنت كام دي؟ واحد. ممتاز يا منار، ممتاز. سيجمنت ممتاز يا شروق، ممتاز يا هانم. سيجمنت 1 يبقى لجمنت فينوزم. شفت الموضوع عملته ازاي؟ جبته بسهوله ازاي؟ جبت الاي في سي من تحت، جبت الاي في سي من تحت اهو، جبت الاي في سي من تحت، جبته قدام السباين، اورطه واي في سي، وفضلت اطلع معاه لغايه ما دخلت في الليفر. ولما دخلت في الليفر لقيت الليجامنتم فينوزم، ولقيت الاي في سي، ولقيت الاي في سي والليجامنتم فينوزم، فقلت خلاص يبقى دي سيجمنت 1. اكسلنت اكسلنت، ممتازين ان شاء الله عليك، يبقى دي سيجمنت 1. طيب ركز بقى معايا تاني، بص كده انا رجعت وقفت بنفس الحركه اللي كنت واقف فيها من شويه كده، بس بشويه ميل شويه، بشويه تعديل شويه. ظهر عندي، ظهر عندي الاي في سي، بص خلي بالك تاني دلوقتي، ظهر عندي الاي في سي، الاي في سي والجول بلادر. يبقى كده قسمت الليفر لايه وايه؟ ها قسمت الليفر لايه وايه؟ قسمت الليفر لايه وايه؟ لرايت وليفت. شفت بقى بتعملها ازاي؟ شفت الحاجات سهله ازاي وبتيجي بسهوله ازاي؟ طيب لو لقيت هنا حاجه واصله ما بين البورتال ده وما بين الجول بلادر تبقى دي مين؟ تبقى دي مين؟ لو لقيت حاجه واصله هنا ما بين البورتال والجول بلادر تبقى، ممتاز ممتاز يا دينا ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز يا فاديه، ممتاز يا نور، ممتاز يا همسه، ممتاز. يبقى دي المين لوبر فيشر، ادي ادي الاي بي سي، وادي الجول بلادر، وادي البورتال فين اهو، هيدا الابيض اهو اللي هيطلع يبدا يظهر معايا اللي هو المين لوبر فيشر. بص انا عامل ايدي ازاي، انا بوريك انا عامل ايدي ازاي عشان تعرف تجيبها. عامل ايدي كده غارزها ناحيه الرايت شولدر، غارزها كده ناحيه الرايت شولدر، تمام تمام. يبقى ده كده لو رسمت خط كده يبقى ده الاي في سي، الاي في سي والجول بلادر، وده الرايت لوب وده الليفت لوب، ممتاز. طيب ادي الميدل هيباتيك فين، وادي في حاجه كده اللي هو الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتل، هوريه لك برده تاني كمان شويه، استنى بص كده بقى ركز معايا. ادي ممتاز، ادي ادي في علامه نقطه بيضاء دي اللي هي الليجامنت امتيريز، وادي الجول بلادر، يبقى 3 4 5 6 مش واضحه، مش هتبقى واضحه قوي في العين ده عشان رفيع، بس 3 4 5 6 تاني. ادي الجول بلادر والبورتال فين، وده المين لوبر فيشر ما بينهم، تمام. ادي الجول بلادر واحنا كده قاطعين تحت. طيب هنوقف عند كده النهارده، جزاكم الله خيرا، يا رب ان شاء الله ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اللي عايز اي حاجه اي حاجه يبعت لي على الخاص، اللي عايز اي حاجه يبعت لي على الخاص. ان شاء الله النهارده تكونوا استفدتوا. النهارده بس ما خدناش يعني ايه، خدنا بدايه كده السيجمنت وازاي نتعامل معاه. اشوفكم على خير، اشوفكم على خير الاسبوع القادم، والناس اللي هتقابلنا يوم الجمعه جزاكم الله خيرا.